من أول كتير من ساعة الكورونا من ساعة ما خسرنا من الصفاقس عشان احنا اصلا يعني ما نعرفش ان قبل كده الاهلي خسر الدوري, فيعني عمرنا ما حطينا ده احتمال, فاهم قصدي؟ يعني عمرنا بنكسب الحمد لله, يعني مش قصدي بس ما شاء الله يعني ما احنا فعلا احنا خسرنا قبل كده كذا مره, يعني في بطوله افريقيا خسرنا من الشمس اللي هو اصلا نادي بنلعبه في الدوري وبنكسبه عادي, وخسرنا من الصفاقس على ارضنا فكانت برضو وحشه, بس عادي يعني بنقوم ونلعب تاني وكسبنا الدوري بعدها على طول, يعني يعني مش اخر الدنيا قوي بالنسبه لنا, يعني زي من يعني عادي الرياضه مكسب وخساره. بصراحه كانت الاول ثقه زايده ان احنا على طول بنكسب 3-0 يعني وعادي وهنكسب وكده, وتاني حاجه عدم تركيز. اول جيمين بالذات كنا مش موفقين خالص ومش مركزين, بس مش زهق يعني الصراحه مش لدرجه زهق, بس هو كان قله تركيز وثقه زايده يعني. وفعلا كسبنا بصعوبه, بس الحمد لله لما لعبناهم تاني السنه دي اول ماتش في الدوري كسبنا 3-1. لا احنا يعني فرقتنا يعني انا ما اعرفش بصراحه, انا جيت الاهلي بقالي دي 5 سنة أو 6 سنة ليا, قبل كده يعني ما اعرفش الافريقي يعني بطولات افريقيا كانت بتكون عامله ازاي, بس اللي اقدر اقوله ان احنا دلوقتي يعني فتره فاتت احنا كنا فرقه قويه والماتشات في افريقيا كانت بتبقى صعبه, بس كل مره كنا بنخش بننافس كنا بنلعب اكتر حاجه عندنا, كنا بنعسكر معسكرات بره يعني كنا بنجهز للبطوله دي جامد قوي, فربنا كان بيوفقنا يعني, واحنا كنا فرقه بصراحه كويسه يعني عشان كده كنا بنكسب. معرفش بقى لنا كتير ما لعبناش افريقيا واحسن بلوكر بصراحه انا كنت داخله احتياطي عادي, انا كنت مسافقه يعني بلعب البطوله دي راح اشيل الايس بوكس بالامانه بجد يعني, وبعدين هم اللي في مركزي اتصابوا انجي شامي ونرمين, فهو اضطر ينزلني, فلما نزلني الحمد لله بقى ربنا وفقني يعني. اقول لك ليه؟ علشان احنا عندنا منتخب زي ما قلت كله في الاهلي, هم هناك عندكم منتخبات متفرقه, فلما المنتخب عندهم بيجتمع بيبقى قوي جدا, احنا المنتخب بتاعنا هو اهلي يعني, وبرده كاميرون فرقه قويه جدا دلوقتي ممكن تبقى اقوى من كينيا, كلهم محترفين بره فمش بنشوفهم في الانديه بتاعه افريقيا. لا قبل كده تعرض عليا وانا في بطوله العالم بتاعتي 2015, وكان كنت لازم اقلع الحجاب فعلا, وبعدين بقى يعني شلت الموضوع شويه من دماغي بصراحه عشان موضوع الحجاب, بس ليت لي الموضوع بقى ينفع يعني في حتت معينه, فنفسي الصراحه يعني اهم حياتي. لا بالعكس البطولات العربيه بتهيألي ان هم كانوا بيشجعونا جدا يعني, احنا اي بطوله عربيه هم كانوا موجودين فيها كنا بنكسبها بفرق جامد. الماتش الوحيد اللي هم كان فيه مشكله في الجمهور وما دخلوش هو ده ماتش الصفاقس اللي خسرناه, فبتهيألي ان هو بيبقى موجود بشكل ايجابي علينا مش سلبي. لا بصراحه يعني نص نص, هو لسه ما بقاش قوي حاجه وحشه عشان برضو احنا لسه مش مشهورين قوي يعني, بس لا لحد دلوقتي حاجه كويسه الصراحه يعني, على طول بيشجعونا وكده مش بيهاجمونا حتى لما خسرنا اخر مره وكده, بالعكس يعني كانوا بيشجعونا بقى واللي هو ده اول مره يخسروا من سنه كذا وكده, فكانت حاجه حلوه يعني. عشان يعني نادي هليوبلس ما اعتبرش نادي رياضه يعني مش بيهتم بالرياضه اكتر حاجه, وانا كنت بحب الفولي جدا يعني, يعني هليوبلس ما كانش بيشارك في افريقيا ما كانش بيشارك في بطولات دوليه, فانا كان طموحاتي في الفولي اكتر من كده, والاهلي كان احسن فريق في مصر يعني فعشان كده رحت الاهلي.